لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كيف تقرؤون تصريحات فالح الفياض حول أن إيران هي الداعم والسند الأول لميليشيا الحشد في العراق؟ بالتأكيد، يعني هذا تصريح أيضا المسؤول الإيرانيين عندما قالوا جندنا مئات الآلاف من دول الجوار، فهذا ينطبق أيضا ويتناسب مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لا غرابة في هذا التصريح أبدا. في ظل علاقة شركاء العملية السياسية بإيران وتصاعد وتيرة المواجهة السياسية والاقتصادية للعقوبات الأمريكية، ما انعكاسات ذلك كلها على العراق؟ أنا أعتقد أي عقوبات أمريكية على إيران ما لم تؤدي لإسقاط النظام، فبالتالي جميع هذه العقوبات ستحدث أزمة مع الدول الإقليمية مع إيران، وقد يجوز تحدث فوضى ما بين الدول العربية وإيران. ولهذا السبب أعتقد الولايات المتحدة تدفع بهذا الاتجاه، يجب على الولايات أو يفترض على الولايات المتحدة عندما تريد أن تعاقب إيران عليها أن تعاقب النظام بعقوبات تؤدي إلى إسقاطه. لحد هذه اللحظة لا يوجد مسؤول أمريكي يريد إسقاط النظام. نعم. وبالتالي هذه العقوبات ما هي انعكاساتها وارتداداتها سواء على العراق أم على دول الجوار سلبية أكثر مما هي إيجابية، سواء الدول المستثنات أو الدول غير المستثناة، وخصوصا تصريحات ترامب عندما صرح بأن السعودية والإمارات سيقومون بسد النقص من النفط، هذا معناها تحريض. وقد لاحظت أنا منذ يومين تصريحات المسؤولين الإيرانيين كيف هي تصريحات تصعيدية ضد العرب وخصوصا في الخليج. أما العراق فسيتضرر أكثر، لأنه هيمنة إيران على العراق معناها ستتذرع بالعراق وستشفط اقتصاد العراق، مما يجعل العراق يتحمل مسؤولية هذه العقوبات أكثر من إيران. انطلاقا من هذا الحديث، لأي مدى ستنجح برأيكم السياسة الإيرانية في اعتبار العراق حديقتها الخلفية للتهرب من العقوبات الأمريكية؟ طالما الولايات المتحدة غير جادة في أي عقوبة لإسقاط النظام فستنجح، طالما أيضا هي لها الهيمنة على العراق ولها هيمنة وعلاقات استراتيجية مع بعض دول الخليج التي ستسد لها النقص. بالتزامن مع تحذيرات اللجنة الاقتصادية النيابية من حصار أمريكي على العراق بسبب إيران، إلى أي مدى تظن أن هذا التصريح يدل على حالة انقسام يعيشها شركاء العملية السياسية؟ موجود داخل شركاء العملية السياسية ما بين المحور الأمريكي والمحور الإيراني، ولكن عليهم أن يدركوا بأن المحورين الأمريكي والإيراني كلاهما عدو للعراق وعدو استراتيجي وليس عدو تكتيكي، فبالتالي هذا الانقسام مالهم ما يعكس إلا سلبا على الشعب العراقي. هل تتوقع أن يتحول العراق لساحة مواجهة وشيكة بين طرفين الأمريكي والإيراني؟ لا، أنا أعتقد الاقتصاد العراقي سيتضرر ولن تكون هناك مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تستطيع أن تخرج إيران ببيانات صحفية دون المواجهة، لأن نحن ندرك إيران وحجم إيران وقدرة إيران على المواجهة. لا تجرأ إيران على المواجهة، وخصوصا بعد ما واجهت العراق بالثمانينات القرن الماضي، لا يمكن أن تستطيع أن تواجه دولة مثل الولايات المتحدة. ولكن سيتضرر الاقتصاد العراقي من هذه العقوبات بسبب حلفاء إيران الموجودين داخل العملية السياسية، سيدفع باقتصاد العراق باتجاه إيران وسيتضرر العراق اقتصادي، وأعتقد حتى سعر الصرف العراقي سيتضرر، لأنه نحن ندرك أن سعر الدولار العراقي الأمريكي يعادل 1200 دينار، هذا ثابت منذ 4-5 سنوات. إذا ثبت سعر الصرف معناه هناك استقرار إلى حد ما، إذا تخلخل سعر الصرف سينهار الاقتصاد العراقي بسبب العقوبات على إيران، وما تكون هذه العقوبة ولا يمكن أن ينهار لولا هيمنة إيران على العراق. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك.